أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع تدريب من تدريبات النحو للصف الثالث الثانوي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده نعمة الصبر على المكاره ابتغاء رضوان الله، وقد عظم الله أجر الصابرين كل التعظيم، فقال الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فما أعظم الثواب. أعرب الكلمات الملونة. أول كلمة، كلمة نعمة، نربطها بما قبلها فنجد أن العبارة بدأت بحرف جر، ولا توجد في اللغة العربية جملة أصلها مبدوء بحرف جر، إذن في الجملة تقديم وتأخير. فأصل الكلام نعمة الصبر على المكاره من أجل النعم، إذن نعمة مبتدأ مؤخر، خبره شبه الجملة من أجل النعم، مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الكلمة الثانية، كلمة كل، وقد عظم الله أجر الصابرين كل التعظيم. عندما تجد كلمة كل أو بعض أو غاية بعدها مصدر لفعل قبلها، فاعلم أنها نائب عن المفعول المطلق، منصوب وعلامة نصبه الفتح. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوفى الصابرون، يوفى فعل مبني للمجهول، إذن الصابرون نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الكلمة الرابعة، كلمة الثواب، فما أعظم الثواب، وهو على ما يبدو أسلوب تعجب، فأسلوب التعجب له صيغتان: ما أفعله وأفعل به، والمتعجب منه في صيغة ما أفعله كالصيغة التي أمامنا يعرب مفعول به، يعرب مفعولا به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. عين في الفقرة ما يلي: مصدرا لفعل خماسي وآخر لفعل رباعي، واذكر فعليهما. عندما تبحث عن فعل خماسي فاعلم أنه إما أن يبدأ بألف وصل أو بتاء زائدة، لا يوجد ثالث لهما، فهنا المصدر الخماسي كلمة ابتغاء من الفعل ابتغى على وزن افتعل، مصدر الخماسي ابتغاء فعله ابتغى. مصدر لفعل رباعي له أوزان معروفة: إفعال أو تفعلة أو تفعيل أو مفاعلة أو فعال. هنا نجد كلمة التعظيم ونجد كلمة التنزيل. التعظيم مصدر من الفعل عظم على وزن فعل، والتنزيل مصدر من الفعل نزل. مصدر الرباعي إذن تعظيم، فعله عظم، والتنزيل فعله نزل. اسما مبنيا وآخر معربا. هنا ينبغي أن تكون ملما بالأسماء المبنية، لأن الأسماء في الأصل معربة، وتحفظ الأسماء المبنية التي تتمثل في أسماء الإشارة باستثناء مثناها، والأسماء الموصولة ما عدا مثناها، والضمائر كلها بلا استثناء، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، وبعض الظروف مثل حيث وأمس والآن. إذن الاسم المبني التي، والاسم المعرب الصبر أو أجل أو النعم أو لفظ الجلالة أو المكاره أو ابتغاء إلى آخره.
فعلا مبنيا وآخر معربا. عندما تبحث عن فعل مبني عليك أن تستحضر إما فعل ماضي وإما فعل أمر وإما فعل مضارع متصل بنون النسوة أو نون التوكيد، والمعرب فعل مضارع غير متصل بنون النسوة أو نون التوكيد. فالفعل المبني أنعم والفعل المعرب يوفى. اسم تفضيل وبين حالته وحكم مطابقته للمفضل. من الممكن أن توقف الفيديو للبحث قبل أن تتعرف على الإجابة. من أجل النعم اسم التفضيل هنا أجل. قد يختار بعض الطلاب أعظم وهنا خطأ كبير، لأن أعظم هنا رغم أنها على وزن أفعل إلا أنها فعل، فوزن أفعل في أسلوب التعجب فعل، فإياك أن تقع في هذا الخطأ. اسم التفضيل أجل على وزن أفعل، وحالته مضاف إلى معرفة من أجل النعم، وحكمه يجوز المطابقة للمفضل، والمفضل هو هنا هو كلمة نعمة، لأن أصل الكلام نعمة الصبر من أجل النعم. اسم التفضيل إذن أجل، حكم مطابقته للمفضل يجوز مطابقة المفضل. قد يسأل سائل كيف نحوله إلى مؤنث؟ ما مؤنث أجل؟ مؤنث أجل جلا، فأقول نعمة الصبر من جلا النعم، لأن وزن أفعل مؤنثه فعلا. أعرب كفى بالله وكيلا. كفى فعل ماض مبني على الضم مبني على الفتح المقدر، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة فقط. بالله الباء حرف جر زائد، ولفظ الجلالة فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، وهناك إعراب طويل. اسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، أو الإعراب المختصر فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. وكيلا تمييز، الاسم المنصوب في هذا التركيب كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدة، كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان، كلها تعرب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أكمل بالمطلوب. أحترم معلمي، أكمل بمفعول مطلق مبين للنوع. تذكر أنواع المفعول المطلق: مؤكد للفعل عندما يكون مصدرا فقط، إذا قلت أحترم معلمي احتراما فهنا يكون مؤكد للفعل، إنما إذا أردت أن أأتي به مبينا للنوع فلابد من وصفه أو إضافته، فأقول أحترم معلمي احتراما شديدا، أو أحترم معلمي احترام الأبي. أذاكر دروسي، أكمل بمفعول لأجله. معلوم أن المفعول لأجله كما المفعول المطلق هو مصدر، ولكن المفعول لأجله مصدر يعلل لما قبله. أذاكر دروسي لماذا؟ أملا في النجاح، طلبا للتفوق، ابتغاء التفوق. ولكن لاحظ هنا لم ينون بسبب الإضافة، ابتغاء التفوق. استشار الطالب معلمه، أكمل باسم مرة. نذكر سريعا بصياغة اسم المرة. اسم المرة من الفعل الثلاثي يأتي على وزن فعله، مثل ضرب ضربة، أكل أكلة. أما من غير الثلاثي نأتي بمصدره الصريح ثم نزيد عليه تاء مربوطة، فنقول مثلا في انطلق انطلاقة، لأن المصدر الأصلي انطلاق فزدنا عليه تاء مربوطة. ماذا لو كان الفعل المصدر الأصلي منتهيا بتاء مربوطة؟ في هذه الحالة لابد أن نضيف كلمة واحدة، فنقول استشار الطالب معلمه استشارة واحدة. لماذا؟ لأن مصدر استشارة هو
بالفعل منتهي بتاء مربوطة، هنا لابد من وصفه بكلمة واحدة. انفضت مدرسة الديوان، صغ من الجملة أسلوبي تعجب بصيغتي التعجب القياسيتين، أي صيغة ما أفعله وصيغة أفعل به. أولا لابد أن ننظر إلى الفعل. انفض هو فعل خماسي، ومعلوم أن وزن أفعل سواء في التعجب أو التفضيل يشترط له أن يكون ثلاثي، مثبت تام، متصرف، مبني المعلوم، قابل للتفاوت، ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء إلى آخر الصفات. هنا الفعل فقد شرطا، انفض فعل خماسي، فلابد أن نأتي بفعل مساعد مناسب للمعنى، ثم نأتي بمصدر الفعل انفض صريحا أو مؤولا، فنقول في صيغة ما أفعله: ما أسوأ انفضاض مدرسة الديوان، أو ما أسوأ أن تنفض مدرسة الديوان. ما أسوأ انفضاض بالمصدر الصريح، أن تنفض بالمصدر المؤول. وفي الصيغة الثانية أسوأ، ولكن لاحظ أن حركة الواو بالكسر سوف تقتضي كسر تحويل الألف إلى أو تحويل الهمزة إلى همزة على ياء، فأقول أسوأ بانفضاض مدرسة الديوان، أو أسوأ بأن تنفض مدرسة الديوان. وفي النهاية أبنائي الطلاب، بعد هذا التدريب القصير أدعو لكم بالتفوق والنجاح وتحقيق الآمال، كما وأدعو الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.